من الأحكام المتعلقة بالاحتضار أنه يستحب عند احتضار المرء أن يقرأ عنده آيات من كتاب الله عز وجل، وقد روي في الحديث لكن فيه ضعفا، وإن حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن مشروعية القراءة عند الميت وردت عن غير واحد من السلف، ونص عليها كثير من فقهاء المسلمين كالشيخ تقي الدين والشيخ ابن باز وغيرهم، وذلك أن المرء إذا قرئ عليه كتاب الله عز وجل لانت نفسه واطمأنت، فكان لقراءة القرآن والاستماعه وسماعه لهذه الآيات العظيمة من كتاب الله عز وجل أثرا في راحة باله وفي سهولة خروج روحه وتيسير الاحتضار عليه. لذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: إن قراءة القرآن على المحتضر مشروعة بخلاف من مات، فإن المرأة إذا قبضت روحه فإن قراءة القرآن عنده بدعة، إذ لم يرد حديث ولا أثر عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قرأوا على الميت شيئا من القرآن مطلقا، وإنما الذي جاء إنما هو إهداء الثواب، وهذه مسألة مختلفة عن مسألتنا وهي القراءة عند الميت.